أعزائي المشاهدين، تحدثنا في الحلقة الفائتة عن عوامل الضعف التي نخرت كيان الدولة العباسية والتي أدت أن يستغل أعداؤها من المغول يستغلها فيدمر هذا الكيان السياسي للدولة العباسية، وإن لم يدمر الكيان الحضاري. يعني يجب أن ننتبه هنا أن ما فعله المغول كان إسقاطاً لنظام سياسي ولم يكن إسقاطاً للنظام الحضاري، إلا أن الفعلين، يعني الفعل السياسي، أدى بالنتيجة بعد فترة من الزمن إلى إضعاف هذا الكيان الحضاري هو أيضاً. نقول هنا في هذه الحلقة، نقول أن المغول حينما جاءوا إلى العراق، إلى المشرق الإسلامي، يعني بدءا بدولة الخوارزمشاهية، الدولة الخوارزمشاهية التي كانت دولة تركية تحكم المنطقة الممتدة من أواسط آسيا حتى من تركستان، يعني حتى حدود العراق الحالية تقريبا. يعني حينما هاجم المغول هذه الدولة وأسقطوها، أصبح العراق على يعني على مشارف العين، يعني لم تبقى حواجز سياسية أو عسكرية تحول دون وصولهم إلى مراكز الحضارة في العراق. وكان العراق آنذاك يحكم من قبل الخليفة المستعصم بالله، ليس كل العراق، وإنما يعني عدا الموصل كان يحكمها بدر الدين لؤلؤ، حاكم من بقايا الأتابكة يحكم الموصل ويمد نفوذه على منطقة أربل، وأربل كانت تتنقل من حيث النفوذ بين الخليفة العباسي وبين حاكم الموصل في هذه الفترة. جاء المغول ووصلوا إلى مشارف العراق، وبدأوا بعد إسقاط دولة الخوارزمشاهية، وبدأوا يتحرشون بمدنه الحدودية أو بمدنه القريبة من الحدود، داقوق وأربل ونحوها. وفي الوقت الذي حينما سقطت دولة الخوارزمشاهية، الكثير من الناس هللوا وقالوا يلا ربما هذه إرادة الله أنها أنهت هذه الدولة التي كانت تهدد العراق بين حين وآخر. إلا أن رجلا ذكيا بعيد النظر هو بدر الدين لؤلؤ، وحينما وصله هذا الخبر قال، ضرب كفا بكف وقال اليوم يعني سقط الجدار الذي يمنع المغول من الوصول إلينا، سقط هذا الجدار. وحين ذاك يعني تشاءم بأن سقوط الدولة الخوارزمشاهية كان يمثل سقوط آخر حاجز يمنع المغول من الوصول إلى العراق، وهذا الذي حدث فعلا. إذا جاء المغول في هذه السنة في 656 ليجدوا العراق مفككا إلى حد كبير، ما كان يمكن أن يتصدى أحد أو أن يحول شيء دون قدوم المغول إلى العراق إلا شيئين. الأول أن يتفكك المغول أنفسهم، يعني هذه الهجمة المغولية الهائلة التي قدمت من أواسط آسيا ودفعت أمامها شعوب شتى، المغول لم يكونوا وحدهم كما يتصور البعض، وإلا فهم ليسوا من الكثرة العددية ما يمكن أن يشكلوا خطراً على كل هذه الدول، الدولة الخوارزمشاهية والدولة العباسية وغيرها، ولكنهم دفعوا أمامهم شعوب أخرى، كما نقول اليوم الدروع البشرية، دفعوا أمامهم شعوب حتى من الصين ومن الهند ومن الترك ومن أقوام مختلفة، دفعوهم أمامهم واستفادوا من خبراتهم في مجالات القتال، يعني استفادوا من خبرة الصينيين في الهندسة العسكرية، استفادوا من مختلف الخبرات الموجودة في المنطقة عسكريا، واندفعوا بزخم هائل باتجاه مدن العراق، حتى وصفهم مؤرخ بغدادي قال أراد أن يقدر عددهم فقال كانوا كالجراد المنتشر، يعني لم يجد تقديرا أكثر بلاغة من هذا التعبير، كالجراد حينما كان يداهم كل شيء ويقضي على كل شيء. أولئك الذين هاجموا العراق وجدوا، والحل الثاني، يعني الحل الثاني
أن يعني أما أن يتوحد العالم الإسلامي أو يتفكك الخطر المغولي، أحد هذين الاحتمالين هو الوحيد الذي يمكن أن يقف في وجه هذا التمدد أو هذا التوسع المغولي، ولكن أي منهما لم يحدث، لا المغول تفككوا ولا العالم الإسلامي توحد، وبالتالي وجد المغول طريقهم ممهداً بعد إسقاط الدولة الخوارزمشاهية إلى العراق. العالم الإسلامي كان مفككاً هو أيضاً، بل العراق نفسه كان مفككاً. بغداد كانت تحكم منطقة بغداد، وهناك ولاة أو أمراء محليون يحكمون واسط والبصرة وغيرها. لم يكن هناك تنسيق عسكري بين هذه الأجزاء، يعني الذي تصدى للمغول كان جيش الخليفة، لم يكن جيشاً يعني يمثل كافة القوى العسكرية الموجودة حتى في وسط العراق أو فضلاً عن جنوبه وشماله. يعني هناك عوامل ضعف كثيرة واضحة. بدر الدين لؤلؤ حاكم الموصل كان له سياساته هو، بل هو في تنافس مع الخليفة العباسي، يتنافس مع الخليفة على أربيل وعلى السيطرة على المناطق ما بين هذه، بين منطقته وبين منطقة بغداد. يعني هناك تنافس وهناك تشرذم واضح أدى إلى ما أدى إليه. كان العراق مفككاً إلى حد كبير. نعم كان هناك نظام إداري، وكان هناك يعني من الناحية الإدارية البحتة كان هناك يعني نظام ما يحتوي أجزاء هذا الإقليم، ولكن من الناحية العسكرية كان الأمر مختلف، وكان الخليفة لا يستطيع حتى أن يأمر أمير واسط أن يخرج جيشه وينضم إلى جيش بغداد، مع أن واسط لم تكن تبعد مسافة يعني قريبة من الكوت. إذن كان هناك تشرذم وكان هناك تفكك في داخل العراق. أما في العالم الإسلامي فكان الأمر أنكى وأشد، لأنه في ذلك التاريخ كان البقايا الأيوبيين يحكمون بلاد الشام ومصر، وكان هناك أيضاً من عدم المبالاة في أقل تقدير، يعني في أقل تقدير عدم المبالاة بما يجري في كل إقليم لدى الإقليم الآخر، كان هناك تفكك واضح. أما المغول فلم يشهد التاريخ أنهم ضعفوا أو تجزأوا في هذه الهجمة، كانوا موحدين، بل ضموا إليهم أقوام أخرى ومضوا باتجاه العراق. بما أن أي من العاملين لم يحدث، فلم يجد المغول من يحول دون وصولهم إلى أرض العراق التاريخية إلى مشارفه، وبالتالي أخذوا يخططون منذ وقت مبكر لاحتلال العراق. حقيقة احتلال العراق لم يكن أمرا يعني مفاجئا أو اعتباطيا، كان أحد القرارات التي توصل إليها مجلس المغول الأعلى المسمى القورل تاي. المغول لهم مجلس يعقد بين كل فترة وأخرى، يعني كل بضع سنوات، وعند الأحداث الجسام ينعقد هذا المجلس الاستشاري الذي يضع القرارات وتنفذها الدولة فيما بعد، القورل تاي. فحينما عقد آخر قورل تاي في عام 651، يعني قبل 5 سنوات من احتلال بغداد، قرروا احتلال العراق، بل واحتلال بلاد الشام، بل واحتلال مصر حتى أقاصيها كما هو النص. إذن كان احتلال العراق لم يكن يعني أمرا سريعا أو مفاجئا، كان ضمن المخطط التوسعي المغولي، العراق وما يليه من البلدان حتى مصر. حينما يعني قرروا ذلك، وحينما سقطت الدولة الخوارزمشاهية وهي التي كانت تحجز بينهم وبين العراق، شرعوا بوضع الخطط لاحتلال مدينة بغداد. وكان التصور بأن المغول سيندفعون باتجاه يعني ملتقى نهر الزاب الأسفل بدجلة، ومن هناك يلتفون يعني حول الجانب الغربي، في الجانب الغربي يلتفون حول بغداد ويحتلونها من غربيها لا من شرقها، لتصورهم بأن الجانب الشرقي حصين ويمكن أن يدافع
عن نفسه من خلال أسوار هذه المدينة المهمة الحصينة. أما الجانب الغربي فلم يكن ثمة أسوار أصلاً، كان هناك تصور من هذا النوع، وكانت الخطة تقول بأن المغول يندفعون باتجاه ملتقى الزاب بدجلة، ولكنهم بعد حين، وكان هناك عملية استطلاع مستمرة تحدث ويعني مدارسة للوضع القائم في العراق من خلال التقارير التي كانت تصلهم من عيونهم أو جواسيسهم هناك، وكانوا يعني يلتمسون الأخبار من كل من يصل من هذه المناطق من التجار ومن غيرهم أي معلومة، فأدركوا أنه ليس من الضروري القيام بحركة التفاف بهذه السعة، ويمكن اختصار هذه الحركة بعبور دجلة من منطقة دجيل والتقدم غربا يعني في الجانب الغربي باتجاه الكرخ باتجاه بغداد الغربية. اختصرت الخطة بعد أن أدركوا أن الدولة العباسية لم تكن من القوة بحيث تستطيع يعني أن تقاوم كثيرا وبحيث تجري هذه العملية الالتفافية الواسعة، وأن يمكن محاصرة المدينة من غربها من منطقة قريبة وهي منطقة دجيل، ومن شرقها حيث تتقدم القوات الرئيسية للمغول. وهكذا حدث، تقدمت قوات هولاكو باتجاه الجانب الشرقي، وبينما انقسمت يعني قوات أخرى منها أو تفرعت قوات منها فعبرت من منطقة يعني ديالة، عبرت الدجيل دجلة من منطقة الدجيل، ثم مضت باتجاه جنوبي حتى وصلت إلى مشارف بغداد الغربية. الغريب حقيقة أن خبر هذا الالتفاف لم يصل إلى القيادة العباسية أو وصلها متأخرا جدا، حتى أن هذه القيادة فوجئت بأن المغول يتقدمون بسرعة في الجانب الغربي، وكانت كل استعداداتها يعني باتجاه الشرق الجانب الشرقي، وبالتالي صدرت الأوامر بإرسال القوات على عجل إلى الجانب الغربي لمقاومة المغول. وطبعا العجل هذه هي الكلمة الخطيرة في أي تخطيط عسكري، العجلة في إرسال هذه القوات، العجلة في تقدمها، عدم وجود تقدير موقف صحيح لما يجري. المغول كانوا يتقدمون في منطقة دجيل، والعباسيون أو الجيش العباسي خرج من يعني عبر الجسور الموجودة في بغداد وتقدم بسرعة يعني قاطعا المنطقة الغربية باتجاه الشمال، المنطقة الغربية أقصد من بغداد، والتقى الجيشان في منطقة دجيل حيث دارت معركة دجيل. والمغول حقيقة كانت لهم دراية أيضا بجغرافية المكان، بحيث أنهم حينما عسكر الجيش العباسي في مقابل الجيش المغولي ولم تجري المعركة بعد يعني في أول صفحاتها الأولى، فتح المغول فرعا من دجيل وراءهم وراء الجيش العباسي، وحينما هجموا فوجئ الجيش العباسي بأن وراءه المياه، النهر كان قد انفتح والأرض غرقت بالمياه وأصبحت أشبه أن تكون مستنقعا، فغاصت أرجل الخيل في هذا المستنقع، وقسم من الناس من الجنود لقي مصيره غرقا، والقسم الآخر لقي مصيره أسرا، فتشتت الجيش وعاد الجيش في أسوأ صورة كما يقول المؤرخون إلى بغداد. كانت هذه أول صفحة من صفحات التصدي للخطر المغولي. وبعد ذلك جرت معركة أخرى في منطقة المزرفة، والمزرفة هي على طريق بغداد الموصل اليوم، منطقة حدثت فيها معركة أخيرة، والجيش المغولي تقدم فاكتسح الجانب الغربي تماما ووصل إلى الجرف إلى شواطئ بغداد الغربية، بينما تقدمت القوة الضاربة للجيش المغولي بقيادة هولاكو من معسكراتها في سهل المقدادية اليوم في سهل ديالة، تقدمت باتجاه الجانب الشرقي، فطوقت بغداد تطويقا تاما من كل جهاتها الغربية والشرقية،
وأسوأ ما في الأمر أن الجانب الغربي لم يكن مصورا أصلا، يعني تقدمهم في الجانب الغربي كان لا يحول دونه حائل، وتجمع الناس في القسم الحصين من بغداد وهو القسم الشرقي، وبدأ مصير الدولة يعني معلقا بمصير هذا الجانب وبمصير هذه الأسوار. حقيقة المؤرخون يلقون باللائمة على الخليفة العباسي الأخير المستعصم بالله، وحتى أنهم بالغوا في ذكر مساوئه وضعفه وإلى غير ذلك، ولكن علينا أن نشرك معه في المسؤولية أولئك القادة الذين قادوا الجيش وتقدموا باتجاه دجيل، وأولهم القائد الداودار، كان يعني أحد أبرز القادة هناك، الداودار الصغير، وهناك قادة عسكريون آخرون أيضا لم يكونوا يملكون تقدير موقف جيد، لم يكونوا يملكون استطلاعا لما كان يفعله المغول حينما تقدموا من جهة ديالة إلى دجلة، وحينما عبروا مع أن المنطقة كانت مليئة بالقرى، ومع ذلك لم يكونوا صورة حقيقية لما كان يفعله المغول، يعني افتقارهم كما يقول العسكريون إلى خطة ستر. الجيش العباسي كان يفتقر إلى خطة ستر، كل تحركاته كانت مكشوفة، في حين الجيش المغولي اتبع خطة ستر جيدة لأنه قطع مسافة في وسط القرى ولم يصل خبر تقدمهم إلى القيادة العباسية في بغداد. المغول كانوا من الذكاء في المرحلة الأولى، يعني منذ سنوات هم يجسون نبض الكيان العسكري أو القوى العسكرية الموجودة في بغداد وفي العراق. هاجموا أربيل ثم انسحبوا، هاجموا داقوق ثم انسحبوا. هذه العمليات كانت أشبه بعمليات جس النبض، يعني يرون ما هو رد الفعل. وفي كل مرة الخليفة كان يخرج جيشه، بل أنه كان يعني يجيش الجيوش من القبائل المجاورة، يعني الجيش النظامي والجيش الساند لهذا الجيش النظامي وقوامه من أبناء القبائل المحيطة ببغداد، ثم ينتظر، فإذا بالمغول ينسحبون وينتظر إلى أن يعودوا فلا يعودوا، ثم ينسحب هذا الجيش اللي جهزه الخليفة العباسي. كانت هذه العملية عملية مدروسة، يعني إعطاء صورة بأن المغول لن يتجاوزوا الاعتداءات الخارجية، هم لن يتوغلوا في العراق، بدليل أنهم يهاجمون داقوق ثم ينسحبون، يهاجمون أربيل ثم ينسحبون، والخليفة في كل مرة يجهز حملة مضادة ثم يفرقها لأنه يسرح هذه القوات بعد سنة أو سنتين يعني، ثم وإذا بالمغول يكررون هذه اللعبة، فضيعوا المشهد. يعني هذا من أسباب عدم تقدير موقف جيد لدى الخلافة العباسية، كثيرين كانوا يقولون هذه مثل تلك، يعني سيأتون ويذهبون، هذا بعد أن تكرر إخراج جيشهم لملاقاة المغول ثم انسحابه دون أن تحدث هذه الملاقات أو هذا التعرض. هذه من ناحية، من ناحية أخرى استطاع المغول أن يستجلبوا إليهم بدر الدين لؤلؤ حاكم الموصل، واستطاعوا أن يعني أن يؤثروا على قرار هذا الأمير أو هذا الحاكم، وبالتالي وجدنا بدر الدين لؤلؤ ينحاز إلى جانب المغول، يعني ليست هناك أي نوع من التنسيق، بل كان هناك شرذمة حقيقية. بدر الدين لؤلؤ كان يخاف يعني من المغول، وكان قد يعني كان موقنا بأنه سيتعرض إلى الاحتلال وإلى وإلى التنكيل، فمال إلى المغول وجاملهم، مالأهم، أرسل قوة رمزية ربما للمشاركة مع القوات المغولية. فانظر إلى هذا التفكك الذي حدث، قيادة لم تعد يعني تصل إلى تقدير موقف سليم، لم تكن تملك خطة لستر تحركاتها، كان بعض أمرائها يتخذون مواقف معادية أصلا، يعني بدر الدين لؤلؤ كان يتخذ موقفا معاديا
حتى لو كان رمزيا هذا الموقف، لأن قيل أنه كان يعني اتخذ قراره وهو يبكي على مصير الخلافة العباسية، لكن ما فائدة البكاء وهو قد أرسل جزءا من قواته لتشارك في احتلال بغداد؟ القوات التي موجودة في المدن والحواضر العباسية الأخرى واسط البصرة بدت كأنها منعزلة تماما، يعني لم تبدي أي مشاركة، وبدت كأنها تدور كل مدينة في فلكها الخاص. فوقفت بغداد تواجه مصيرها وحدها، ويحاصرها المغول من جانبيها، ولم يعد هناك أي فرصة كما بدت للكثيرين للاستمرار الدفاع. الجيش العباسي عاد من دجيل وهو في أسوأ حال، القوات الروح المعنوية كانت قد انهارت تماما. كان هناك آلة إعلامية لا شك في وجودها في بغداد، آلة إعلامية مغولية تقول بأنه لا فائدة من المقاومة، لا فائدة من دفع هولاكو، أن هذا هولاكو هو غضب الله سلطه على عباده، وليس من الحكمة التصدي أو مقاومة غضب الله أو إرادة الله. نكمل حديثنا هذا في حلقة مقبلة إن شاء الله.